واحده من العيوب برضو بتاعت الراديوجرافي جريدز ان احنا بيبقى في عندنا حاجه اسمها الجريد كات اوف. الجريد كات اوف هنتخيل دلوقتي عندنا بيم او عندنا اكس راي فوتون ماشي على الانجل دي بالظبط كده. بلاش الانجل دي، ناخد الانجل اللي هي اقل شويه كده، اوكي؟ هيمشي هنا، هيعدي من السبتا دي، هيعدي من الستريب اللي موجوده هنا، يقدر يعدي منها لان هو عدى جنبيها هنا بالظبط. لو الانجل بتاعته كبيره شويه، لما يجي يعدي هنا بالشكل ده كده، هيلاقي ان في عنده ستريب ثانيه هنا، فيحصل له ابزوربشن فيها. فمعنى كده هنلاقي ان عندنا على جناب الايمج ريسبتور هنلاقي عندنا مشاكل، اللي بيحصل عندنا حاجه اسمها جريد كات اوف. الجريد كات اوف بيحصل انديزايربل ابزوربشن اوف برايمري اكس رايز باي ذا جريدز. يعني بمعنى ده يعني اكس راي فوت المفروض ان هو ماشي مظبوط، ماشي ستريت، ما حصلوش اي سكاترينج، ورغم كده حصل له امتصاص. فبالتالي بنلاقي ان احنا عندنا مثلا لو احنا بصينا الامثله مثلا بالشكل ده كده، هنا مثلا بنتكلم على الـ الصوره دي عندنا فيها الكات اوف باين في الاجزاء اللي هنا دي كده بالشكل ده. هنا الحقيقه لما بتكلم على ان احنا خلينا السورس ديستنس بقت اكتر شويه، بقت متغيره شويه، بنلاقي عندنا هنا اكشوري بقى في عندنا نسبه اعلى بكتير جدا حصل لها كات اوف. الاماكن اللي لونها ابيض دي معناها ان ما حصلهاش اكسبوجر، وبالتالي بنتكلم على ان هي براكتيكالي يعني ما نقدرش نصور فيها. فبيسكلي بنتكلم على المشكله بتاعت الجريد كات اوف لما نلاقي ان في عندنا مشكله في الفيلم، ان في الاجزاء اللي هي الخارجيه بتاعته اللي هي الاطراف بتاعته ما حصلهاش اكسبوجر، يبقى معنى كده نتوقع ان حاجه زي كده جايه من الجريد ريشيو. فبيسكلي الحاجه اللي بتحدد لنا المسافه اللي بيحصل عندها كات اوف هي الديستنس كات اوف، دي بتساوي الدي اللي هي المسافه اللي هي بتاعت الاماكن الفاضيه اللي هنا دي، على الاتش اللي هي المسافه بتاعت الستريب نفسها طولها قد ايه، يعني مضروبه في السورس تو ايمج ديستنس. فكل ما السورس تو ايمج ديستنس كبرت، كل ما كان الافكت الديستنس بتاعت الكات اوف كلها كانت اكبر. يعني هنا مثلا بنتكلم على السورس تو ايمج ديستنس، بنتكلم ان هي مثلا بنتكلم على حاجه اقل شويه، يعني هنا بنتكلم مثلا على 40، هنا بنتكلم على 61، فهنا دي 76 سنتيمتر اسف، ودي بنتكلم على 61 سنتيمتر. فبيسكلي كل ما احنا زودنا المسافه بتاعت السورس تو ايمج ديستنس which is حاجه كويسه، هنلاقي عندنا المسافه اللي بيحصل فيها الكات اوف من السنتر بتبقى ايه؟ بتبقى مسافه اكبر، المسافه من السنتر لغايه المسافه اللي بيحصل فيها كات اوف تبقى اكتر، ودي اللي احنا عايزينها. كل ما كبرت كل ما كان افضل. ف 76 سنتيمتر سورس تو ايمج ديستنس بتبقى افضل من 61 سنتيمتر، زي ما احنا شايفين هنا كده المسافه اللي احنا حسبناها ديستنس كات اوف هي من اول هنا لغايه هنا بقت اقل. فحصل عندنا كات اوف هنا في الجناب بتاعت الفيلم بتاع. فبالتالي كل ما احنا زودنا السورس تو ايمج ديستنس او خلينا الجريد ريشيو بتاعتنا اللي هي الاتش على الدي بقت اقل، كل ما خلينا ديستنس كات اوف تبقى اكتر، وكل ما خلينا الجريد كات اوف كل ما كان اقل في داخل الصوره.